عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. زي ما شايفين كده فيديو كله حلويات ومكسرات العيد. كل سنة وانتم طيبين. احنا هنا فين؟ احنا هنا كده في هايبر العجمي ستار عند التسالي السورية. بنصور على طول هنا. ربنا ما يقطع علينا عيد ان شاء الله. جايب لكم اسعار بقى الحلويات السوري والمكسرات كلها. هو طبعا العنوان ما يتوهش، هو في الممر بتخش فتح الله. ودي كده فتح الله اهو هايبر العجمي ستار. ودي كده هو خش على طول. بص بقى الشوكولاتات والحاجات الحلوه دي، مش عارفه ابتدي بايه بصراحه من الحلويات اللي موجوده. بص دي كده اسمها تشكيله صيني. الكيلو منها عامل زي تسالي مقرمشات، كيلو عامل منها 160. طبعا احنا بناخد الكميه اللي احنا عايزينها، ممكن من اول الطن كمان. في اللي هي هنا اللي هي الذره دي اللي بنحبها بنموت فيها، الذره الاسباني دي الكيلو عامل 80. هنا في سوداني عامل 50. ده كده اسمه ايه ده؟ مش عارفه اسمه ايه كده. ده نوع برضه من التسالي كده 80. عين الجمل ب 220. الكاجو كده 220. ده كده فستق ولوز، لوز 220، فستق ب 280. عين الجمل بقشره هنا كده ب 90، وهنا برضو البندق بقشره ب 90، بندق متقشر 220. ودي كده برضو جت هنا اهي كده. دي بقى الشوكولاتات كده ب 100 جنيه. الشوكولاتات انواعها، انواع منها كتير طبعا. هي البوب دي في القلب كده. بص حاجات زي كده. دي راحة سورية. اسمها ايه؟ راحة سورية. راحة كورية. اه عاملة زي الملبن كده. اه بالورد. بالمكسرات. والبوتشر. ودي المنو السلوى. تمام، حاجه زي الملبن بس هي مش ملبن. يعني هما دول عباره عن منبل بالمكسرات كده صح؟ ايوه بالظبط، يعني راحات سوريه بالمكسرات كده. ودي ملبن بالفستق. ده بكام الكيلو بقى؟ الكيلو ب 300. الكيلو ب 300. اه والواحده ب 10. الواحده ب 10 جنيه، وانا ممكن اخد من اول واحده او بالثمن او اللي انا عايزاه صح كده؟ عادي ممكن تاخد. تمام. طيب هنا ده ملبس ده؟ ملبس ايوه. بصوا كده بالوانه. ده عامل كام بقى؟ الكيلو ب 160. الكيلو 160. 160. ده محشي ايه بقى؟ لوز. ده كده ده شيكابونج ده؟ اه. عندك فول سوداني؟ اه. تمام ده سوداني؟ كريسبي فراوله، كريسبي فانيلا، وشيكابونج. بكام الكيلو؟ الكيلو ب 80. الكيلو ب 80، وطبعا بناخد الكميه اللي احنا عايزينها من اول الثمن ممكن. وممكن تاخدي برضه تشكيله. أو هي تشكيلة ميكس كده برضو زي ما انا عايزة. تمام. بصوا كده برضو الحاجات دي كده. الحاجات اي واحدة منها بخمسة. الواحدة بخمسة جنيه. الحاجات الجميلة كده اللي هي المفرحة للأطفال كمان. كده برضو. دي برضو دي مارشميلو. بخمسة برضو. دي كده برضو بصوا تشكيلة من النوجة. كم الكيلو بقى؟ بستين. ودي برضه ب 60 من جنبها، واللي جنبها ب 60. كلها كده ب 60؟ واللي جنبها 60. هوريكم بس تشكيلاتها كلها كده. طبعا احنا متعودين هنا على الحلويات السوريه، بنشوف الحاجات بصراحه جميله. حاجه كده. نيجي بقى هنا كده. دي حلويات. طبعا ده توفي. ده توفي، كام التوفي؟ 150. 80. ده ب 80. ده كده 80. 150. اتفضل. هتطلع فوق عشان. ده اللي هي الكولا دي بكام؟ يفضى بس كده الاستاذ نعرف لكم اسعار بقيه الحاجه هنا. اوريكم بس التشكيلات. بصوا بصوا كده طبعا الخروب ومكسرات تاني بقشرها. معلش احنا معطلينا كده. بصوا عندك كده التوكي 80. 80. عندك السوله القهوة. السولة دي بكام؟ 65. 65. تمام. دي عاملة تقريبا برضه 60. 60. 50. 50. حاجات العيد اهي كده. اه. عامل كام؟ اتفضلي. 90. 90.
طبعا حاجات العيد الجميله دي اللي بنجيبها، حاجات برضو كده السجاير كنا مصورينها قبل اول رمضان. ب200 الثمن ب25 والربع ب50. ممكن ان احنا نعمل تشكيله كده ميكس من الانواع كلها، ناخد الانواع دي نعمل منها تشكيله ميكس كده. الاشكال اللي موجوده كنت مصورها لكم اول رمضان. ثمن زي ما قلنا ب25، ممكن ان احنا نعمل ميكس طبعا من كل الانواع اللي احنا حابينها. اعتقد 150. تعالى اصور لك ده كده، بصوا كده ده برضو. النوجات دي بكام؟ دي فيستر. دي شوكولاته فيستر. شوكولاته فيستر دي بكام بقى؟ دي ب80. ب80 كراميل ولوز. كراميل ولوز ب80. اكيد طعمها بيبقى تحفه. دي عامله زي النوجه. محشيه دي بالفستق. تمام. ودي لوز. دي كده محشيه فستق ودي لوز. دي بكام؟ 180. وكنت 180. 180 لا 80 بس. 80 80 80 دي ان شاء الله جميله والله. بصوا لوز وفستق، ادي فستق محشيه فستق ادي لوز. ده البسكوت بالشوكولاته. ده بسكوت بالشوكولاته. عامل كام بقى؟ 60. عامل 60 بس. عندي دي شوكولاته. دي برضه ساده 80. 80 دي شوكولاته ساده 80. وهنا اي حاجه كده 80. كريمه الفراوله وكريمه البندق وكريمه جوز الهند. بكريمه الفراوله وجوز الهند صح كده؟ البندق. والشوكولاته القلب دي؟ دي برضه 80. دي 80. دي ساده. دي ساده، شوكولاته ساده. عندك الكرات دي محشيه مكسرات. دي محشيه مكسرات. ب 100. ب 100. وعندك دي برضه 100. دي 100. شوكولاته برضه محشيه. وعندك الاصبع ده. ده كده؟ ده ب 100 برضه. تمام، هتلاقي فيه شوكولاته بالبندق. ده جواه شوكولاته بالبندق. ايوه كريمه البندق بتاعتي. كريمه البندق. وعندك دي 6 بندق. ب160. دي كده ب160. تمام. بصوا كده حاجات برضو كده. كده برضو دي شوكولاته ساده. دي شوكولاته ساده 100. دي شوكولاته ساده ب100. وعندك هنا زي ما قلنا شوكولاته حجر. ده ايه ده بقى؟ دي شوكولاته حجر او شوكولاته دي اسمها شوكولاته حجر؟ ودي تيكابون شوكولاته فول سوداني. فول سوداني. طب الشوكولاته الحجر ده ب80، اي حاجه من هنا ب80. والربع ب20 والثمن ب10. بس جديده الشوكولاته الحجر دي، اول مره اشوفها. ما كنتش جايب منها في اول رمضان صح؟ حلوه دي. لا صورت انا المكسرات. كده بصوا فيديو كده لحلويات العيد، وهو حلويات بصراحه الفيديو. كده جبنا لكم فيه كل حاجه من اول الحلويات السوريه والمكسرات وال... جيب 60. جيب 60 ده كيت كاتو. جيب كام كيت كاتو؟ جيب كام الكيت كاتو؟ ده عامل الواحده ب5 جنيه. الواحده ب5 جنيه. تمام. عندك هنا كاندي الثمن ب25. احنا قلنا ده الثمن ب25، وممكن انا اعمل ميكس من كل حاجه. الربع ب50. نسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.